جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا نكمل بهذا السؤال هدايا ونحاول غدوة باش نزيد نجاوب لأن كثير أسئلة لي راه موجودة. أنا في أخ يقول لي تصفحت اليوم بعض اليوميات الجزائرية ولم أجد أي تهجم على المغرب كما اعتدنا منذ فترة باستثناء خبر عن فنانة مغربية أدخلت السجن، ترى هل هي صدفة أم بسبب زيارة شنقريحة للحجاز أم استجابة لطلب الوزير؟ شكرا على السؤال. أنا بعد لاحظت هذا وتكلمت عليها، لأنه على كل حال الأخ بعت لي رسالة تاعو نهار السبت 3 فبراير، كنت كلمت عليها نهار السبت ولا نهار الأحد، تكلمت على الموضوع هذا. وصح اليوم نشوفوا الصحافة بدورو ماهيش تهجم على المغرب، خاص نساو موضوع المغرب. كلمت على هذه نهار تكلمت على زيارة شنقريحة للسعودية، مبقاش تهجم على المغرب مبقاش تهجم على الإمارات. وعلاش؟ وأكيد أنه سؤال أخ مغربي ويقدر يكون جزائري يعني، ها المشكل شيء احنا حتى الألقاب عند نفس الألقاب. شوف أنا نون فامي اسمع إلى هذا ما تقدرش تقول هذا جزائري ولا مغربي. شوف يعني احنا وين رانا اللحمة اللي بيناتنا يعني كيفاش رانا. سؤال نبدأ بسؤال آخر، هل هو استجابة لطلب الوزير؟ الوزير تحرك لأنه رسلوه اتحاد الإذاعات العربية وقال له احشموا على أرواحكم، لأنه في التلفزيونات العمومية والقنوات الإذاعية العمومية تهجم كبير على المغرب، ما هدرولوش خلاص على الصحافة المكتوبة، ولكن هو لمهم و دلهم كامل كلهم معنيين بالصحافة العمومية أو القنوات التلفزيونية العمومية أو الخاصة والصحافة المكتوبة، كلهم دخلوا السبيل شو يصفروا لهم أشياءكم كما الشيء أوراجي، ما نتكلموش على الشيء هذا كريم ربي ومبنبن الكلاب الضلة صفر لها يروحوا يجريوا أتعب يجريوا صفرهم ستوب يحبسوا. هذه هي حال صحافة بودورو، كلاب مروضة من طرف سراجنا وكبرانات وليوتناوات وجنرالات وكوموندانات في المخابرات الإرهابية. أتاك يا إلهتان فتوى أو بي أو بي يهبط هي صحافة بوتو. دونك ماش خالي الوزير، إن الوزير بعد جاء احتجاج وتكلم مع المسؤولين مع الوزير الاول مع رئيس الجمهوريه، اكيد ما يقدرش ياخذ مبادره واحد مسخره زين كان الوزير ياخذ مبادره جامي لا في سينا ما بقاتش جزائر العصابه الجزائر الجديده. السؤال الاخر اللي يطرح الاخ قول لي هل هي صدفه؟ لا ما كانش حاجه اسمها صدفه، لانهم هذو روضوهم روضوهم كل يوم يزمك تسب المغرب كل يوم تسب الامارات كل يوم شويه الامارات من المغرب شويه على حدودنا تراهم المغرب راح يدير ينظم كوب دافلي ينظم كوب دي موند يا محايينكم راهو في مستوى اسبانيا والبرتغال صدقوا يلزم عنده صدق عنده طرقان عنده مطارات عنده مركبات رياضيه عنده اللي ما عندناش حنا لو كانت عندنا في الجزائر رانا ترشحنا ترشحنا كاس افريقيا خدنا نيات حتى تعدي 27 نيات لانه ما عندكمش اللوبيا روحوا اشبعوا لوبيا ومن بعد اروحوا نظموا كاس افريقيا ولا كاس العالم.
اش كيما سمعت فيها تقول لي انت ندير كاس العالم مسخر دونك ماهي الصدفه. قل لي بسبب زياره شنقريح للحجاز هنا نقول لك 99% وي 99% قال اي حبس لانه الجزائر تعيش عزله دبلوماسيه سياسيه دوليه عمرها ما عرفتها وطاح لها القدر. وهذا هو موضوعنا اللي راح نتكلموا فيه اليوم. طاح لها القدر الجزائر ما بقاش جزائر اللي كي تكون جزائري تمشي ترفع راسك اليوم تحشم تحشم تقول انا جزائري تمسخر بلا تحشم الله يحشمهم ان شاء الله الله يبهدلهم ان شاء الله. دونك نبقاو دونك كاين سؤال واحد اخر خونا من الغواط دائما يقول لي هل مواد استهلاكية توجه وتهرب إلى الغرب مثل الزيت والسميد والفارينة بحجة أموال خارج البترول كيفاش تهرب للغرب؟ أنت ما لحقتش عليها في الجزائر راح تهربها للغرب وين يعني للمغرب؟ المغرب عندهم الأسواق تاعهم معمرة لا ما يتهربوش عاوزين الحدود مغلوقة يا ولدي واش مغلقة ماهوش إذا هالمواد الاستهلاكية تخص لأنهم ما يعرفوش يسيروا السوق هذا مكان ما يعرفوش الاحتياجات ما يعرفوش واش الفترة اللي تطلع فيها الاستهلاك اللي هبطت على المادة الفلانية المادة الفلانية ils ne savent pas réguler le marché. Ils ne savent pas réguler le marché. C'est une question de régulation du marché. Il y a المضاربة منين تجي من ندرة وعلاش كاينة ندرة لأنك أنت ما عرفتش تغذي السوق تمول السوق تحط السلعة اللازمة في السوق وعلاش الدول الأخرين ما عندهمش مضاربة ما عندهمش ندرة هي كلها رايحة. نكتفي بهذا القدر الأسئلة وغدوة إن شاء الله نوعدكم نرجعوا لأسئلة أخرى بعد الجنجل شوفوا موضوع تعيين المدير الجديد تاع إيران شيري وبعده شهادة لأحد المواطنين اللي عذبهم شين الريحة واو نسينا ال نتكلموا على الرئيس الجزائري واش راه يقول نبداو به نستعملوا النشاط ديال الرئيس الجزائري.